رفع فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهجري رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوبيل الفضي على تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد. وأعرب الهجري عن بالغ العرفان والامتنان لجلالته حفظه الله ورعاه ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الرعاية الكبيرة والدائمة بعمارة المساجد والحرص المتواصل من سموه الكريم على تخصيص متابعة بناء المساجد بما يتناسب مع احتياجات التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة في مختلف أرجاء المملكة. جاء ذلك لدى افتتاح سعادته جامع عبد الله بن حمود بن صباح آل خليفة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتحقيقا للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم بإعمار بيوت الله في كافة مناطق المملكة. وأكد سعادته أن عهد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حقبة مباركة لمسيرة متواصلة من العطاء والبر والرعاية لبيوت الله وامتدادا لسيرة الأجداد في أسرة آل خليفة الكرام للقيام بعمارة المساجد وتشييدها وتهيئتها للعمارة بالصلاة وقراءة القرآن ووقف الأوقاف عليها. تشرفنا في هذا المساء بافتتاح جامع الشيخ عبد الله بن حمود بن صباح آل خليفة، ويأتي هذا الافتتاح ضمن حزمة من المساجد التي وجه سيدي سمو العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاحها ضمن منظومة وسلسلة من المساجد تفتتح بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا الجامع في منطقة البحير، في منطقة أحوج ما تكون إلى المساجد والجوامع، ولدينا في مجلس إدارة الأوقاف السنية خطة مواكبة لهذه المشاريع الإسكانية التي أمر بها سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، فنحن نواكب هذه المشاريع الإسكانية بوجود هذه المساجد والجوامع. وهنا بهذه المناسبة أتوجه بالشكر والتقدير والثناء لجميع المحسنين ذوي الأيادي البيضاء الذين لهم تبرع سخي في بناء عدد كبير من هذه المساجد والجوامع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بهذا العمل موازين حسناتهم.